مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. Welcome to another session of conjugating a verb on a number of tenses and its derivatives. Our verb for today is shall, which means to carry. I'd like to highlight that this verb is a middle weak verb. Let's have a look at the past tense. أنا شلت, أنت شلت, أنت شلتي, نحن شلنا, أنتو شلتو, هو شال, هي شالت, هن شالو. أنا شلت, أنت شلت, أنت شلتي, نحن شلنا, أنتو شلتو, هو شال, هي شالت, هن شالو. The present tense, أنا بشيل, أنت بتشيل, أنت بتشيلي, نحن بنشيل, أنتو بتشيلو, هو بيشيل, هي بتشيل, هن بيشيلو. أنا بشيل, أنت بتشيل, أنت بتشيلي, نحن بنشيل, أنتو بتشيلو, هو بيشيل, هي بتشيل, هن بيشيلو. The future tense, أنا رح شيل, أنت رح تشيل, أنت رح تشيلي, نحن رح نشيل, أنتو رح تشيلو, هو رح يشيل, هي رح تشيل, هن رح يشيلو. أنا رح شيل, أنت رح تشيل, أنت رح تشيلي, نحن رح نشيل, أنتو رح تشيلو, هو رح يشيل, هي رح تشيل, هن رح يشيلو. The passive voice, من شال. The verbal noun, شيل. The imperative, شيلي, شيلو. Ordering you masculine, ordering you feminine, ordering you group of people. شيل, شيلي, شيلو. The active participle or active voice, شايل, شايلة, شايلين. عمل معروف فيك تشيل هالغراض اللي لفوق عالشقة. عمل معروف فيك تشيل هالغراض اللي لفوق عالشقة. عمل معروف, do me a favor. It's a phrase you must memorize. فيك تشيل, can you carry, هالغراض, these items, these stuffs, as a generic vocabulary. هالغراض, these items, إلي, for me, لفوق, to the top, عشقة, to the flat. لفوق عشقة, up to the flat. عمل معروف, فيك تشيل هالغراض إلي لفوق عشقة. شايف الشاب يلي حامل الشمسية السودا؟ شو اسمه؟ شايف الشاب يلي حامل الشمسية السودا؟ شو اسمه؟ شايف الشاب؟ Are you seeing the guy؟ يلي, who, حامل, is carrying, الشمسية السودا, the black umbrella. شمسية is umbrella. شمسية, the literal meaning for it means sunblocker. الشمسية السودا, the black. شو اسمه, what's his name, what's he called. شو اسمه. شايف الشاب يلي حامل الشمسية السودا, شو اسمه. مديرتي سارة شايلة كل الشغل لحالة. مديرتي سارة, my manager Sarah, شايلة is carrying, meaning she's in charge.
كل الشغل all work لحالها by herself. مديرتي سارة شايلة كل الشغل لحالها. My manager Sarah is in charge of the entire work by herself. So شايلة means she's carrying all the tasks. She's the person in charge or responsible for everything. شنطايتك تقيلة كتير. شو شايل جوا؟ شنطايتك تقيلة كتير. شو شايل جوا؟ شنطايتك your bag تقيلة كتير very heavy. شو شايل what are you carrying جوا inside. شنطايتك تقيلة كتير شو شايل جوا. رايح شيل السيارة وصفها بشارع تاني. رايح شيل السيارة وصفها بشارع تاني. رايح شيل I'm going to carry السيارة the car, but that is not the main point or the main meaning. You cannot carry a car unless you're Superman. But what he means here, meaning that he will go and remove or move. So it means here he's going to remove or move. رايح شيل السيارة, I'm going to move the car. وصفها and park it. صف is to park. صف is to park. And that is different to صف, which means class. صف, that's to park. وصفها and park it بشارع تاني in another street. ما بقدر شيل نتائج تصرفاته الطائشة. ما بقدر شيل نتائج تصرفاته الطائشة. ما بقدر I cannot. شيل to carry or be a burden with. نتائج the outcome. تصرفاته الطائشة. تصرفات is behavior. طائشة is reckless. تصرفاته الطائشة reckless behavior. ما بقدر شيل I cannot carry. I cannot be burdened with. نتائج the results, the outcomes. تصرفاته الطائشة his reckless behavior. Let's have a look at the present continuous. أنا عم شيل, أنت عم تشيل, أنت عم تشيلي, نحن عم نشيل, أنتو عم تشيلو, هو عم يشيل, هي عم تشيل, هن عم يشيلو. أنا عم شيل, أنت عم تشيل, أنت عم تشيلي, نحن عم نشيل, أنتو عم تشيلو, هو عم يشيل, هي عم تشيل, هن عم يشيلو. The new future or the going to form. أنا رايح أشيل, I'm going to carry. أنت رايح تشيل, أنت رايحة تشيلي, نحن رايحين نشيل, أنتو رايحين تشيلوا, هو رايح يشيل, هي رايحة تشيل, هن رايحين يشيلوا. أنا رايح أشيل, I'm going to carry. أنت رايح تشيل, أنت رايحة تشيلي, نحن رايحين نشيل, أنتو رايحين تشيلوا, هو رايح يشيل, هي رايحة تشيل, هن رايحين يشيلوا. Now let's have a look at the present perfect continuous. أنا صار لي عم شيل, I have been carrying. أنت صار لك عم تشيل, أنت صار لك عم تشيلي, نحن صار لنا عم نشيل, أنتو صار لكن عم تشيلوا, هو صار له عم يشيل, هي صار لها عم تشيل, هن صار لهن عم يشيلوا. أنا صار لي عم شيل, I have been carrying. أنت صار لك عم تشيل, أنت صار لك عم تشيلي, نحن صار لنا عم نشيل, أنتو صار لكن عم تشيلوا, هو صار له عم يشيل, هي صار لها عم تشيل, هن صار لهن عم يشيلوا.
And on the left-hand side, you've got the translation for the sentences. Please feel free to pause and read the sentences back again or listen to them back again, trying to write the translation and write these examples down because they are helpful for you. And I would definitely recommend that you try to watch the video a number of times to practice with your listening and with your pronunciation, most importantly, and to tune in. That, I'll end today's session. Thank you all very much for watching, and I hope you enjoyed it. And if you did so, don't forget to give a big thumbs up as it helps the channel, and don't forget to share with your friends and family so they as well enjoy as much as you are. Great, guys. And with that, hope you have a wonderful day. Till next time, stay safe. Ma salame.